اهلا بكل اصحابنا في رحلتنا السعيده وباصحابي اللي موجودين معايا النهارده وحكايه جديده من حكايات ماما سميحه. بطل قصتنا النهارده بطل موجود في اماكن كتير، بنلاقيه في بيوت كتير، بيت الغني وبيت الفقير، بيت الغفير وبيت الامير. بطل قصتنا النهارده مفيش حاجه بتاثر فيه ابدا، يقدر يواجه كل الاخطار حتى لو دخل في النار. بطل قصتنا كمان شايف إن هو مهم جداً وإنه أحسن الكائنات. ليه؟ لأنه لو كان موجود في مكان وساب المكان بيفضل سايب علامة على الدوام. بطل قصتنا النهاردة قصة وحدي في الصندوق هو المسمار. المسمار يا أصحابي دايماً شايف إن هو مهم جداً ووجوده ضروري في أي مكان، من غيره المكان مش هيبقى مكتمل أو من غيره المكان مش هيبقى نقدر نعيش فيه بأمان. في بيت ممكن يبقى من غير مسمار؟ لا لا. في عربية ممكن تبقى من غير مسمار؟ لا لا. المسمار بطل قصتنا كان في مركب صيد لراجل طيب صياد عجوز اسمه عم مرجان. عم مرجان صياد كل يوم الصبح بيطلع يصطاد وبيسافر كتير بالمركب بتاعه في البحر. المسمار كان يبقى قاعد في مكانه ويبص على البحر كده ويقول أنا المسمار أقدر أواجه كل الأخطار. كل المسامير اللي حواليه تقول له كلنا مهمين، يقول لهم لا انا اهم واحد فيكم عشان انا اطول واكبر واحد فيكم. في يوم من الايام عم مرجان وهو خارج بالقارب بتاعه يصطاد، القارب اصطدم بصخره كبيره جدا جدا جدا. حصل له ايه بقى القارب بتاعه؟ اتكسر. اتكسر. لما اتكسر عم مرجان يبقى بقى عامل ازاي؟ زعلان ولا مبسوط ولا حيران ولا ايه؟ زعلان. عم مرجان زعل شوية بس اتعلم حاجة مهمة جدا 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 من البحر. البحر علمه حاجات كتير، علمه إنه دايما ما يقسي لأن البحر بيبقى يوم عالي ويوم هادي. مش إحنا بنروح البحر كتير؟ يوم نلاقي البحر يقولوا لا البحر النهاردة عالي، تاني يوم نلاقي البحر صافي والمية بتاعته هادية، يوم كده ويوم كده. فعارف إن الدنيا زي ما فيها حاجات كويسة ممكن نقابل حاجات مش كويسة، بس بقى الشطارة إن إحنا لما نقابل حاجة مش كويسة ما نوقفش وما نستسلمش ونحاول تاني إن إحنا نبدأ من جديد. عشان كده عم مرجان قال مش هستسلم، المركبة دي اتكسرت هعمل مركبة جديدة. فعلاً بدأ يعمل مركب جديد وأخد المسامير من المركب القديم عشان يعمل إيه؟ مركب جديد. بدأ يشتغل في المركب الجديد يوم اثنين ثلاثة وهو بيشتغل بإصرار وبنشاط، وخلاص اكتمل المركب الجديد ولقى فيه شوية مسامير فايضة وفيه شوية خشب فايض. يعمل إيه؟ فكر عم مرجان إنه يعمل صندوق من الخشب، والصندوق ده يخليه في المركب الجديد يحط فيه الحاجات اللي ممكن يحتاجها. إيه بقى الحاجات اللي ممكن يحتاجها عم مرجان؟ عم مرجان قال أنا لما بصطاد وأقعد طول النهار في البحر في آخر اليوم إيديا ما بتبقاش ريحتها حلوة، صح؟ السمك لما نمسكه وهو مثلاً يعني لسه نايم مش مطبوخ وإيدينا مش بنلاقي إيدينا كده عايزين نغسلها نحط فيها كده نعملها بالصابون. فعم مرجان حط صابونة صغيرة في الصندوق وبعدين قال إيه؟ أيام كتير القمر ما بيطلعش والسماء بتبقى ضلمة بالذات في الشتاء، وأنا ببقى قاعد كده بردان في المركب وسقعان وعايز كده بس أي حاجة تدفيني. أخد شمعة صغيرة وحطها كمان في الصندوق عشان لما تبقى الدنيا ضلمة يعمل إيه بقى؟ ينورها يولعها. وحط معاهم إيه؟ مسمار. المسمار لقى نفسه في الصندوق مع الشمعة ومع الصابونة. هم شافوه خافوا، الصابونة قالت له اوعى تقرب مني، اوعى انت لو قربت مني انا هتكسر، انت لو لمستني هتفتفت. والشمعة قالت له لا ارجوك ابعد عني خالص لان انا لو جيت خرمتني خلاص هنتهي ومش هعرف اولع وقت طويل. المسمار يضحك ويقول لهم ايه؟ الله انا مش عارف انا ازاي ابقى معاكم في مكان واحد، انا احسن منكم كلكم، يعني انتوا كائنات ضعيفه مالكوش اي لازمه، لكن انا المسمار انا لو لمست حد فيكم خلاص هينهار. صح اللي بيقوله المسمار ده؟ غلط. هو أحسن منهم؟ غلط. في يوم من الأيام البحر كان عالي والدنيا ضلمة والقمر ما طلعش، عم مرجان عمل إيه؟ جاب الشمعة. ولع الشمعة لقى الدنيا كده دفت ولقى فيه نور. نفس المسمار قال إيه ده؟ النور ده جاي منين؟ بص لقى الشمعة الصغيرة دي عاملة نور جامد جامد. فتح شوية عم مرجان الصندوق، مين اللي جاب سرعة على الصندوق؟ كل السمك الصغير
كان عايز النور وعايز الدفى. قربوا كلهم الصندوق وقالوا الله ايه ده، احنا متدفيين وفي نور كمان، يا الحمد لله. سكت المسمار وقال يا كل ده من الشمعة الصغيرة دي، غريبة. تاني يوم عم مرجان ربنا رزقه بسمك كتير كتير كتير، فطول النهار بيشتغل ويمسك السمك ويصطاد حاجات تانية ويحط 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 في المركب. آخر اليوم قال ياه لا 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 لا، ده أنا لازم أغسل إيدي مرة واتنين وتلاتة. يغسل إيديه بالمية عم مرجان، والصندوق بقى عامل زي الجنينة. الله، ريحة ورد جميلة وريحة زهور حلوة، كل ده جاي منين؟ من الصابونة. من الصابونة الصغيرة. المسمار قال إيه ده إيه ده إيه ده إيه ده إيه ده، دي مش ريحة البحر، دي ريحة تانية حلوة. الريحة دي الريحة دي جاية منين؟ الصابونة. واقفة بعيدة قالت له أنا اللي أنت اللي عاملة الريحة دي كلها. قرب السمك قرب، قال الله الريحة الحلوة دي. الله، يعني السمك بيقرب لما الصابونة يغسل بيها إيديه عم مرجان، وبيقرب لما يولع الشمع، بس هم مش شايفين المسمار. يخبط المسمار نفسه في الخشب ويقول أنا هنا يا سمك، تعالى، أنا مش ضعيف، أنا مش هخلص زي الشمعة ولا هخلص زي الصابونة، تعالوا العبوا معايا تعالوا. السمك يجيله؟ لا. السمك يجي عنده؟ لا. أبداً. يفضل زعلان يقول إيه؟ يعني إزاي؟ يعني هما كائنات ضعيفة عني، معقولة هما يبقوا السمك بيجي عشانهم وعم مرجان فرحان وبيستعملهم وأنا لأ؟ أنا لازم أشوف حل. يقرب من الصابونة وبعدين يقول إيه؟ أنا لو بوظت الصابونة مش هشم الريحة الحلوة. يقرب من الشمعة ويقول إيه؟ ما أنا لو بوظت الشمعة والدنيا كانت ضلمة برضه هخاف من الضلمة، أنا بحب النور. يوم بعد يوم بعد يوم بدأت الصابونة يحصل لها إيه؟ تصغر تصغر تصغر. وبدأت الشمعة يحصل لها إيه؟ تصغر تصغر تصغر، بس لسه بتنور. والصابونة لسه لما بيغسل إيديه بيها عم مرجان بيحصل لها إيه؟ بتعمل إيه؟ ريحة حلوة. بتعمل ريحة حلوة. المسمار صغر؟ لا. حصل له حاجة؟ لا. بس هو حد حاسس بيه؟ لا. الله، هم عمالين يصغروا وعمالين يقلوا بس لسه موجودين، ولسه حاسين بيهم كل السمك وعم مرجان، وأنا لسه موجود، محدش حاسس بيا ولا حد شايفني ولا حد محتاجني. هو المسمار كده صح ولا غلط؟ غلط. بيفكر صح ولا غلط؟ غلط. هو احنا المهم نبقى أقوياء؟ لا. المهم ان احنا لو موجودين في مكان نسيب علامه، ايه العلامه اللي ممكن نسيبها في مكان تخلي الناس تفتكرنا؟ مثلا هديه. ان احنا نبقى كويسين بنعامل الناس كويس، ولا ان احنا بقى اقوياء وخلاص والناس تخاف مننا؟ نبقى كويسين. ايه الحاجه اللي بتفضل دايما الناس فاكرانا بيها؟ نساعد الناس، نساعدهم، نعملهم كويس، نخلي بالنا منهم. لكن لو احنا بس قاعدين ومهتمين بشكلنا وان احنا اقوياء، ده هيخلي الناس تفتكرنا لو مشينا؟ لا. يقولوا اه صحيح، ده كان طيب، ده كان امير كده في تصرفاته، ده كان دايما بيساعد الناس، ده عمره ما اذى حد. دي الحاجات اللي الناس بتقولها يا اصحابي على الانسان اللي بيسيب ذكرى حلوه عندهم. لكن الانسان اللي بيهتم بس بنفسه وبشكله وبقوته وما بيساعدش حد، عمر ما الناس هتفتكره. يوم بعد يوم تخلص الشمعه وتخلص الصابونة، وعم مرجان يقول يا خسارة الشمعة بدأت تدوب والصابونة عمالة تصغر، والسمك يجي يخبط على الصندوق، يخبط بديله على الصندوق مستني النور ومستني الريحة الحلوة، لكن عمره ما فكر إن الصندوق ده فيه مسمار، عمره ما فكر إن الصندوق ده فيه حد تاني غير الصابونة وغير الشمعة. مسمار كل يوم يقول يا رب يا رب يفتكروني، يا رب يا رب حد يحتاجني. وفي النهاية المسمار راح لعم مرجان وطلع من الصندوق وقال له أنا غلطان، أرجوك استعملني، أرجوك، أنا عمري ما هفكر إن أنا أحسن من الصابونة ولا أحسن من الشمعة، هم أضعف مني بس كل الناس فاكراهم، وإنت دايماً زعلان إن هم بيخلصوا، حتى السمك حتى البحر، لكن أنا موجود بس محدش حاسس بيا. أنا نفسي يبقى لي وجود، أنا نفسي أعمل حاجة، حطني في مكان أحس إن أنا بشتغل وبتعب وبعمل حاجة فيه. عم مرجان قال للمسمار حاضر. راجل تاني صاحب عم مرجان صياد، المركب بتاعته اتخرمت وكان عايز يحط حتة خشب عشان يسد الخرم ده. المسمار قال له أنا أروح. قال له بس أنت كده هتفضل ثابت في مكانك مش هتتحرك. قال له أنا
موافق، بس على الأقل أحس إن أنا ساعدت الصياد صاحبك، عملت حاجة مفيدة. أنا طول ما كنت قاعد في الصندوق مش بشتغل وفرحان إن أنا موجود، عمري ما حسيت إن أنا موجود. فعلا يا أصدقائي، عمو مرجان أخذ المسمار وإداه لصاحبه وقال له أنت محتاج مسامير كتير عشان تقدر تسد الخرم اللي كان في المركب بتاعتك، خد المسمار ده. صاحبه فرح وقال له الله، ده مسمار قوي قوي وطويل قوي، اهو ده اللي انا كنت بدور عليه ومحتاجه. يا سلام، المسمار ساعتها حس بايه بقى؟ هو مبسوط، حس ان هو مبسوط، قال بجد يا سلام الحمد لله، ده اللي انا كنت بتمناه. يا رب اشكرك يا رب. وصاحب عمو مرجان قال له بشكرك يا عمو مرجان ان انت ساعدتني واديتني المسمار القوي ده اللي هيخلي المركب بتاعتي تبقى متينه، ومهما مريت في البحر ومهما حصل من عواصف هتفضل ثابتة ومش هتتكسر تاني. المسمار كان فرحان إنه في النهاية قدر إنه يعمل حاجة مفيدة ويخلي له قيمة، وعرف في النهاية إن قيمة أي كائن أو قيمة أي حد موجود إنه يبقى مفيد للناس. والأثر اللي بنسيبه هو أهم أثر اللي في نفوس اللي حوالينا، يعني إن الناس تبقى شايفة إن إحنا عملنا حاجة كويسة معاهم يفتكرونا بيها، لكن إن إحنا ما نسيبش أي علامة كويسة عمر ما حد هيفتكر. حلوة القصة؟ حلوة. طب عايز أعرف إيه اللي عجبنا في قصة النهاردة؟ المسمار اتعلم اللي هو يحترم الآخر وما يزعقش لحد أو كده علشان يكون ليه وجود. حلو جداً جداً، أنا مبسوطة خالص منكو. فعلاً ده اللي كنا عايزين نقوله، إن أي كائن عشان يبقى موجود وعشان نحس بوجوده لازم يكون مفيد ولازم يكون بيحس بالآخرين ومش شايف نفسه هو المهم والباقيين مش مهمين. أصحابي، دي كانت النهاردة قصتنا وحدي في الصندوق اللي اتعرفنا فيها على المسمار واللي كانوا معاه في الصندوق الصابونة والشمعة، وعرفنا كمان عمو مرجان الصياد، وتعرفنا على البحر وعلى الأسماك، وأشوفكم في حكاية جديدة من حكايات ماما سماح.